كلماتك تصنع حياتك. لم يخطئ علماء النفس حين قالوا إن الكلمات التي نقولها تتسرب إلى عقلنا الباطن لتصبح جزءاً من شخصيتنا وسلوكنا، كما أن كلماتنا تبين للآخرين شخصيتنا، كما تبين لهم مدى جديتنا والتزامنا من أجل التفوق والحصول على حياة أفضل. وهناك مثل صيني جميل يؤكد هذا المعنى الذي نقوله. هذا المثل يقول: لو أردت أن تعرف عقل المرء فلتنصت إلى كلماته.